السلام عليكم متابعي الكرام، جيسبر تكونوا بخير اون فورم. وانتم كتفرجوا في هذا لا فيديو جايب لكم اخبار ساره ديال بصح بخصوص الملف ديال الحكيم زياش وخلو الزيتش، وايضا خلو الزيتش ونصير مزراوي، وايضا توقيت المباريات الجايه ديال المنتخب المغربي على الجوله الثالثه والرابعه من التصفيات ديال كاس العالم. وغنهضر لكم ايضا على مباراه الغينيا اللي تاجلات. المهم لا فيديو واعر ديال بصح، تبعوا حتى الاخر حيت مليء بالمعلومات وتعرفوا كل شيء فيه. نبداو بالتفاصيل. النقطة الأولى، وفقا لصحيفة الأخبار اليومية، فقد تولت مؤسسة الجامعة المغربية لكرة القدم زمام الأمور من أجل المصالحة بين حكيم زياش ووحيد خليل زيت. يقال أن فوزي القشاع كان على المبادرة، وقد نظم بالفعل مأدبة غداء بين الرجلين. حسب جريدة المنتخب المغربية قالوا باللي وحيد خليل زيت غادي يجتمع مع نصر مزراوي في الايام القادمه من اجل طي صفحه الخلاف بينهما. يعني تقريبا هاد الملفين جوجهم غادي يتحسموا، بحيث عارف خلو زيت الاهميه ديال اللاعبين هادو وعارف تابع الماتشات كبار. غنعطيكم دابا التوقيت للمباريات وامتى بالوقت. وحسب الموقع المغربي البطوله قالوا باللي رفاق اشرف حكيمي غادي يواجهوا غينيا بيساو في 6 من شهر اكتوبر عن الجوله الثالثه من تصفيات الكاس العالم، على ان يستقبل في نهار 10 الماتش ديال الجوله الرابعه. والماتش ديال غينيا اللي تاجل تيقولوا باللي اغلبيه غادي يكون الماتش في شهر 10 باش تهناو من الماتش بثلاثه، وبالتالي غيبقى لهم فقط مباراه واحده. يعني الخوت خبر كفرح لكان هنالك تصالح بين لاعب حكيم زياش ونصر مزراوي وخلو زيت، يعني المنتخب ديالنا غادي يعود افضل اللاعبين ديالو. وكنتمنوا احاري تا هو يتالق في شهر 9 باش عيط ليه في شهر 10 الماتشات ديالنا. وايضا كنتمنوا كل حظ والتوفيق للمنتخب المغربي. هذا ما كان معكم الاخ الكمروان، وتهلاو لي فراس.